هادي نستخلص من أرجان الصابون يا بنادم. كل وحده ثمن العطرية شوفوا تبارك الله على هذا الديكور على شكل خلية النحل. صغير العسل أصلا فيه العشور الداخل كل قرعة اسمه فيها. هذا فيه تلع النخل وفيه ريزي ري جي سينك جي سينك جي سينك هذا مسك الحرة هذا الزعفران إيراني العطر الفاسي الحر الزعفران المغربي العنبر الحر هذا كريستال هذاك المسك هذاك عمود قماري هكاك عود قماري عود قماري عود قماري عود قماري هذاك بخور شرقي عود بعد يمكن تحويك هذا الشيء كل شيء مزيان هنا عندي القهوة نتاع شوف هادشي نتاع البر كيديرو فيه البخور عشابات مراكش هادي متواجدة في طنجة بعد نصوركم المقرج تاع النحاس هادشي بلدي عندو غير الحاجة البلدية اللي عندو هنايا هاد العشاب تبارك الله الصابون البلدي هذه العصارة قديمة باش كيعصروا أرقان هاهي العشبات العشبات مراكش هذه متواجدة هنايا في طنجة تبارك الله كلشي غزال شوفوا الشكل باش عطرو العطرية على شكل هرم هادشي الديكور هدا داكشي كلشي هنا على شكل بلغاز هادشي بلدي كلشي بلدي هنايا تبارك الله كلشي فنان تبارك الله السلام عليكم تبارك الله شتي صندوقة صغيرة
المرايات وهادو كده ما فيهم غير الصباح. هادشي بعشرين درهم الحاجة. دابا ندخلو هنايا مع حال داخل حيت هادشي كلشي نتاع هاد العشابة لي مشيت عندها. شفني بزاف شي كلشي بدي دتوليش المرايات ديال هاد الديكور هنايا نرجع نشوف الصوره في المجمل. البرارد الصغار هادشي كلشي في ديو تبارك الله. شوفو عاوتاني شوف شحال الديكور هادشي كلشي في ديو. هادوك بحال لي وليت دابا هنايا في الباب كاين هادو كبار ممكن تستعملو لأي حاجة ديريها هكا في البيت فوق كونفوز. تبارك الله هون شوف كي دايرين تبارك الله لي هون الديكور فيهم أشكال أخرين عاود هنايا هادو عاود شوفو كيتحلو من هنا مزيانين هادو اللي كتر ندي منهم شي وحدة حيت تبارك الله عجبتني بعد هادي مع هاد الحجرات اللي فيها عندو عاود هاد العولبة عاود هادو حتى هادو مزيانين كيتحلو بعدا حتى هادو كيتحلو. هادو هي ما شاء الله كلشي فنيو هادي غيز اللي جات ورا الديكور نتاع هادو هادو كذلك هاد الديكور بقيت حبه حتى هادو شوفو هادو عاود الشمع هادو كتبلي ليش نتاع نحس كلشي زوين في الديكورات عاد هنايا شوف شوف تبارك الله شوف الجموله الصغار الديكور فني وني شوف اشكال هاد الفانوس ايه هذا سميت الفانوس هو الفانوس المغطى ديالو تحت شوف تبارك الله زوين شوف تبارك الله عاد هنايا شي ديكورات عاود درهم تاع الشد ديالو كيتحلو من هنا كيتحلو عاود
شي بلدي. الجمرة تاع العود، هذا صوب الجمرة تاع العود. كتبنا الاخوه ديالكم هذا الشيء عجبكم حيتونا حتى هذا الشيء حتى انا عجبني زعما صراحه الله كل شيء زوين تبارك الله. قلب الغد الصغارين الصغار البنيتات